من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضاحي هتف عباس وحدوا صار الجدال والهاشم قالت علينا النزال إلى أصحاب تناخت وقالت محال والكلافة يهولها ملاق الأبطال قالت الأنصار ذل على الأنصار لو بدت هاشم نقص ونصير عار ليش طلقنا النسا وعفنا الديار كون حق أهل المجيء أيد نجري لها قال تبدا أصحابنا وسالت العين أوهز حبيب العلم عد وجه الحسين اليوم نحمي الدار ونشيد الدين اليوم الهموم العليا كنزيلها وقف الحسين عليهم رآهم مجزرين كالأضاحي نادى أصحابي ما لي أدعوكم فلا تجيبون أناديكم فلا تسمعون أنتم نيام أرجوكم تنتبهون أم حالت منيتكم دون إمامكم لما رأى السبط أصحابي الوفا قتلوا نادى أبا الفضل أين الفايارس البطل وأين من دوني الأرواح قد بذلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سوي ذا القلب نيرانا وصار الأنصار يتقدم واحدا بعد الآخر ومن بين من تقدم تقدم الحر وقف أمام الحسين وقال أبا عبد الله هل تجد لي من توبة قال الحسين إن تبت الله عليك ثم نزل الحر وهو يقول إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف جل هموم الفواطم مجل الغتوت أو رجل غاضرية وحامل بيوت عقب ما شافت من مبهب الموت طاح وفيض دم على الثرى يسيل إجاه حسين مثل اللي فيه در يقل لأمك ما خطت من سمتك حر بعد يوم العاشر نادى المنادي اركبوا الخيل ورضوا الجثث بحوافر الخيول
فجاءت عشيرة الحر إلى عمر بن سعد وقالوا: أمير، هذا الحر زعيمنا، قائدنا، شيخ عشيرتنا، الخيل ما يصير تلعب على صدره. قالهم: طلعوا من المعركة. اجوا عشيرة مسلم ابن عوسج الأسدي، قالوا له: أمير، هذا زعيمنا، هذا الشيخ عشيرتنا، الخيل ما يصير تلعب على صدره. قالهم: طلعوا من المعركة. وصاروا كل جماعة يطلعون عميدهم زعيمهم، وزينب واقفة تنظر. العشيرة شالت بحر الظهيرة، الكل منهم عليه شالت الغيرة، بس ظل والماعين هم عشيرة يحضرونا ويغسلونا ويدفنون. جاءت زينب إلى عمر بن سعد قالت: هذا الحسين ابن فاطمة، الخيل ما يصير تلعب على صدره. السوى عمر بن سعد، نادى بن سعد: ما تجاوبوها، ركبوا الخيل، رضوا صدر اخوها، ركبت لم للجيمان عشرة، لعبت خيلهم من فوق صدر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد في زيارة أنصار الحسين: السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الزكي، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما، يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. نص الزيارة يضفي على أنصار أبي عبد الله الحسين أوسمة أوصلتهم إلى مستوى الأفذاذ من البشر. ورد في حقهم: السلام عليكم يا مهديون. لم تقل الزيارة: السلام عليكم يا هداة. صحيح، أنصار أبي عبد الله الحسين تحولوا في التاريخ إلى مشاعل هداية، لكن أخذوا أنوارهم، اقتبسوا أنوارهم
من المشعل الأكبر، الهادي الأكبر، داعية الله في الأرض، الإمام الحسين صلوات الله عليه. ورد في حقهم: السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. أنصار أبي عبد الله الحسين طاهرين من الدنس. أي دنس؟ طاهرين من دنس الخضوع، طاهرين من دنس الخنوع، طاهرين من دنس الركوع للطغاة والظلمة. من غمس أصحاب الحسين في الرذائل وفي الانحطاط وفي التسافل الإخلاقي، اللي المجتمع كله انغمس في الفجور وفي الانحطاط والتسافل؟ ورد في حقهم: السلام عليكم يا أنصار دين الله. وهذا الوسام ليس بالوسام القليل. أنصار أبي عبد الله الحسين وحدهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وحدهم ثبتوا في المعركة، وحدهم ألقوا بكل ثقلهم في المعركة. ما عاقهم حب الدنيا، حب الأموال، حب العائلة. نستطيع أن نقسم مواقف الناس أمام نصرة الحسين وقضية الحسين إلى أقسام: موقف الناس من الأفراد، من الطوائف أمام قضية الحسين ونصرة الحسين، هناك عدة أقسام. أولا، موقف سلبي. هذا الموقف السلبي الذي وقفه عمر ابن سعد. عمر ابن سعد الإمام الحسين قال: أتعرفني؟ قال: بلى، أنت الحسين ابن فاطمة. قال: إذن تعال وكن معي. قال: أبا عبد الله، عندي بيت أخشى أن يهدم. قال له: أنا أعطيك بيت. قال له: أبا عبد الله، عندي ضيعة أخشى أن تسلب، بستان خاف يسلبوه. قال له: أنا أعوضك، أنا أعطيك. قال له: عندي أولاد أخاف على أولادي. مختلف الأعذار، قام الحسين وهو يقول: وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا الموقف السلبي الذي وقفه أولئك الذين كاتبوا الحسين: اقدم أبا عبد الله، فإنك إن تقدم تقدم على جند مجندة لك، اخضر الجناب أي نعت الثمار. لكن لما جاء الحسين غدروا به. هذا الموقف الأول. القسم الثاني، موقف تخاذل، خذلان. الإمام الحسين صلوات الله عليه كتب رسالة إلى الأحنف ابن قيس من وجهاء البصرة، أعيان البصرة، يدعوه إلى النصرة. هو أيضا كتب رسالة إلى الإمام الحسين يقول له: أبا عبد الله، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكأنما الإمام طالب منه موعظة أو طالب منه نصيحة. يقول له: أبا عبد الله، أنت أفضل لك تقعد ببيتك. هذا موقف خذلان، موقف تخاذل. الإمام الحسين بالطريق
التقى برجل اسمه عبيد الله ابن الحر الجعفي، عرض عليه القضية ودعاه إلى النصرة. قال له أبا عبد الله أنا ما مستعد أروح وياك، لكن أنا هذا فرسي جوادي، أنا أعطيك فرسي، وهذا الفرس أنت ما لحقت أحدا إلا أدركته، وما لحقك أحد إلا فتته. الإمام قال له بخلت علينا بنفسك، لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك. هذا موقف تخاذل. قسم ثالث ما أدري هذا شو تعبر عنه، إيجابي نصف إيجابي ما أعرف، هو موقف الضحاك المشرقي أو المشرفي. الإمام لقيه في الطريق وعرض عليه النصرة، قال له أبا عبد الله أنا أصارحك، أنا ما مستعد أن أموت، ما أريد أموت، عندي عائلة وعندي أولاد، ما أريد أموت، لكن أنا أجي وياك إلى كربلاء أقاتل بين يديك، فإذا رأيتك وحيدا فريدا أنا أنهزم. الإمام قبل لكن بشرط، قال له اطلع من المعركة قبل أن تسمع واعيتنا، لأن ما من رجل سمع واعيتنا ولم يجبنا إلا أدخله الله النار. بالفعل هذا إجا وجاب جواده، خبأ بالخيمة، قاتل بين يدي الحسين، لما رأى الحسين وحيدا فريدا ركب جواده وانهزم من المعركة. موقف آخر، الإمام كتب إلى شيوخ كندة، وجهاء كندة دعاهم للنصرة، قالوا له أبا عبد الله إحنا نجي لنصرتك، لكن إحنا نجي إلى كربلاء نجلس على التل وننظر، إذا نزلت الملائكة لنصرتك نصرناك. شنو من كلام هذا؟ شنو من منطق؟ هذا مثل واحد اجى الى امير المؤمنين صلوات الله عليه قال يا ابا الحسن انا القضية مو واضحة عندي، انت اعطني سيفا فيه عينان، المؤمن لا يعمل فيه غير المؤمن يعمل فيه. شنو هالكلام هذا؟ وين راحت أحاديث الرسول؟ علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. يا علي أنا قاتلت على تنزيل القرآن وأنت ستقاتل على تأويله، شنو اعطيني سيف فيه عينان؟ إحنا نجي نجلس على التل، إذا شفنا الملائكة نزلت لنصرتك نصرناك. طبعا ومواقف ومواقف ومواقف. التاريخ ما سجل إلا موقف واحد، موقف أنصار أبي عبد الله الحسين. أنصار أبي عبد الله الحسين كأنما الإمام الحسين أراد أن يفتح في كربلاء معرض اسمه معرض الرجال. احنا اليوم نسمع معارض تفتح، الإمام الحسين فتح في كربلاء معرض الرجال، راد يراوي الدنيا، يراوي العالم ذولا شنو من معدن يحملون، ذولا الأبرار من البشر، ذولا صفوة البشر أنصار أبي عبد الله الحسين. ولذلك
امتازوا بعدة من الامتيازات. أولاً عمق المعرفة، عمق المعرفة، أي معرفة يمتلكون أنصار أبي عبد الله الحسين. شوفوا أنتوا أنصار الرسول، أنصار الأئمة صلوات الله عليهم، لكن المعرفة اللي يحملها أنصار أبي عبد الله الحسين. يوم بدر النبي صلى الله عليه وآله يقول: من يبرز إلى هؤلاء مقبل غير مدبر حتى يقتل يدخل الجنة يعانق الحور. واحد بإيده تميرات قال: والله ما بيننا وبين الجنة ومعانقة الحور إلا هذه التميرات. رمى التميرات من يده، قاتل قتل. النبي كان يقولهم أكو جنة أكو حور، لكن أنصار أبي عبد الله الحسين ما عملوا حتى للجنة. هاي كلماتهم، ما كانوا يذكرون جنة وحور، لا، كانوا يقاتلون حبا لإمامهم، عشقا للحسين. ألم يقل الإمام: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ذول أنصار الحسين هكذا عمق المعرفة عندهم. التحليل، التفسير، التصور ما يقدر يحلل هالمواقف وهالقضايا في كربلاء. شنو امرأة تأخذ السيف وتقاتل بين يدي الحسين؟ شنو طفل عمره 11 سنة ساقط عنا الجهاد يقاتل بين يدي الحسين؟ الإمام يقوم يصلي، يوقف واحد يتلقى السهام والنبال بصدره ووجهه، يقع، يجي للإمام الحسين يقول له: أبا عبد الله أوفيت؟ ما قصرت وياك آني؟ شنو هالمواقف هاي؟ من امتيازات أنصار أبي عبد الله الحسين لا تجد شبح الخوف والرعب والهزيمة يراودهم أبدا. إذا شوية عندهم خوف تردد كان القضية كلها تبدلت. ماكو واحد يقول له: أبا عبد الله هسه يمكن أنت مو على صواب، تعال عيد فكرك، تعال خلي نقعد نتناقش، تعال خلي شوية نتفاهم ويا الأعداء، تعال خلي نتنازل. أبدا، ماكو كلام، ماكو رأي، ماكو اعتراض، ماكو اقتراح، أبدا. يقول له زهير ابن القين، يقول له: اقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي وحسنا والمرتضى عليا. قال له: إذا شفتهم سلم لي عليهم، وأني هسه جاي وراكم، أني وراك جاي أبلغهم عني السلام. من امتيازاتهم الروح المثالية اللي جسدها أصحاب الحسين. أجنحة الموت ترفرف عليهم، بينهم وبين الموت ساعات، لكن هذا قائم، هذا قاعد، هذا راكع، هذا ساجد، هذا يقرأ القرآن. يقول واحد مريت عليهم أسمع لهم دوي كدوي النحل. واحد يقولهم: أتدرون لمن تقاتلون؟ تقاتلون أصحاب البصائر، ذولا أصحاب بصيرة، أصحاب الحسين. صعد الإمام فيهم خطيبا، قالهم: أصحابي
إن القوم لا يطلبون غيري، أنتم في حل، انصرفوا. قام واحد قال له: أبا عبد الله، أو نحن نخليك؟ وبماذا نعتذر عند رسول الله؟ قام واحد منا قال له: أبا عبد الله، أو نحن نخليك؟ وبماذا نعتذر عند فاطمة الزهراء؟ قام واحد قال له: أبا عبد الله، ليش إحنا تركنا الأموال، العائلة، الأولاد، الدور، كل على حسابك سيدي؟ أكو واحد قام قال له: أبا عبد الله، لو علمت أني أقتل ثم أحرق ثم أذرى في الهواء يفعل ذلك بي 1000 مرة ما تركتك سيدي. قال لهم: جزاكم الله خير الجزاء، لكن أني أحكي لكم بالصراحة، أحكي لكم الواقع، ترى نسائي معرضات للسبي، نسائي معرضات للشتم، نسائي معرضات للإهانة، للضرب، فمن كان في رحله امرأة فلتنصرف إلى أهلها وعشيرتها، خلي رجعها. قام علي ابن مظاهر الأسدي اجى إلى خيمة زوجته، كانت واقفة بباب الخيمة وكانت متبسمة، قال لها: يا ابنة العم، دعينا والتبسم، مو وقت تبسم، قومي وانصرفي إلى أهلك وعشيرتك. قالت له: ليش أنصرف؟ هل صنعت معك مكروها؟ شو مسوي هاني؟ قال: لا، ولكن أو ما سمعتي كلام الحسين؟ قالت: سمعت، ولكن صار في آخرها همهمة ما فهمتها. قال لها: إن الحسين يقول: من كان في رحله امرأة فلتنصرف إلى أهلها وعشيرتها فإن نسائي سوف تسبى. قامت هذه المرأة الجليلة وضربت رأسها بعمد الخيمة، سالت الدماء على وجهها وثيابها. قالت: يا ابن مظاهر، أيسرك أن إزار زينب يسلب؟ إزار زينب سلبوه وأنا يلمني إزاري. أيسرك أن قرطي سكين يجران وأنا أتزين بقرطي؟ لا والله، أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. جزاهم الله خير الجزاء، رجالا ونساء ما قصروا ويا الحسين. هاي الليلة ليلة حبيب ابن مظاهر الأسدي اللي جاور الحسين في الدنيا والآخرة. الإمام عنده 12 راية، قسم الرايات وترك راية واحدة، قالوا له: أبا عبد الله، أعطينا هاي الراية نحملها. قال: لا، الآن يأتي صاحبها. هناك ثارت غبرة، قالهم: قوموا معي واستقبلوا عمكم حبيب ابن مظاهر الأسدي. قام الحسين، قام قمر العشيرة بنو هاشم أصحاب الحسين. حبيب ابن مظاهر رجل وقور مهاب مؤدب، شاف الحسين يمشي على قدميه، نزل من على ظهر فرسه، قبل تراب كربلاء. هنا الإمام الحسين يقول له: حبيب، ما أبطأك عنا، شو طولت علينا، ليش تأخرت؟ قبل يد الحسين. احنا زينب والعلويات يشوفون اكو اهتمام، اكو فد، نعم، لون من الاحترام لهذا الجاي. سأل زينب: ولدي علي، منو هذا اللي اجى الحسين هالشكل احترامه؟ قال: عمه، هذا عمي حبيب ابن مظاهر الأسدي. حبيب اجى، روح قل له زينب تدعوك. اجى سلم على حبيب، قال: عم حبيب،
إن عمتي زينب تدعوك تريد تسلم عليك. صار يبكي بكاء عاليا، قال أني منو وزينب بنت الزهراء تسلم علي؟ أني خادم عندكم، أني عبد بين أيديكم. جاء سلم على زينب، خرجت مولاتي زينب ملتحفة بملحفة أمها فاطمة، قالت حبيب لا تقصر عن نصرة الحسين. هلا تنهلا بالحسين، دافع عن الحسين. وصاروا الأنصار يتقدمون واحدا بعد الآخر. من بين من تقدم أكو طفل عمر ابن جناد الأنصاري، هذا 11 سنة، أبوه قتل قبل قليل في المعركة، شاف الحسين شايل سيف والسيف يخطب الأرض، قال ولدي امضي إلى أمك وكن لها سلوى، الآن قتل أبوك في المعركة. قال عم أبا عبد الله، إن أمي هي التي بعثتني. قال روح ارجع لها. لما رجع اجت أمه جابته ووقفت أمام الحسين، قالت أبا عبد الله أقسمت عليك بأمك فاطمة إلا ما أذنت لولدي. نزل هذا الطفل، شنو شعاره؟ وهذا شعارك يبقى إلى يوم القيامة، أمير حسين ونعم الأمير. أريد تقرأ وياه، تقرأ الليلة ها، أمير حسين ونعم، مو أميرك، عيدة عيدة، أمير سرور فؤاد البشير. قاتل هذا الطفل وقع على الأرض، جاء الحسين كالمنقض على فريسته، وجد هذا الطفل شفتاه يتحركان بشيء، انحنى ليسمع ماذا يقول، وإذا بهذا الطفل يقول عم أبا عبد الله إن أمي أصبحت وحيدة، إن أمي أصبحت غريبة، حولوا رحلة أمي إلى رحالكم. الله، وصاروا يتقدمون واحد بعد الآخر. مسلم ابن عوسجة إجاء الحسين وحبيب ابن مظاهر، حبيب قال له يا ابن العم لولا أني أعلم أني على الأثر لأحببت أن توصيني بما أهمك. قال لا أوصيك بشيء، ولكن أوصيك بهذا الغريب، وأشار بيده إلى الحسين. يرضيت يا بن ظاهر منيت، أنا ما وصيك بعيالي وبيت، بيلي حسين وعياله وصيتي، أجركم الله أرباب العزاء، ومن بين من تقدم وهب ابن حباب الكلبي، كان قد تزوج حديث عهد بالزواج، وكانت زوجته متعلقة به، تقول يا وهب لا تفجعني لا تقاتل، لكن أم وهب قالت ولدي امضي وبيض وجهي عند فاطمة لا تلتفت إليها. صار وهب ينزل إلى المعركة يقاتل، بينما هو كذلك وإذا بصوت يا وهب يا وهب قفلي هنيئة، هذا صوت زوجته. رجع إليها قال لها ماذا تريدين؟ قالت يا وهب لا تقصر عن نصرة الحسين. هلا تنهلا بالحسين. قالها شبيك
الآن قبل قليل تمنعيني، الآن تشجعيني. قالت يا وهب لا تلومني لا تلومني، إن واعية الحسين كسرت خاطر. أنا لما شفت الحسين ينادي ألا من ناصر ينصرنا، الحسين كسر خاطري. الله يعينك ما لك معين، يومك على الغبر مطاعي. أنا إمني أنا جيب المرتضى، إمني أنا إمني أنا جاتنك أربلة إمني. وتقدم حبيب قاتل قتال الأبطال، وكان كلما نزل إلى المعركة يأتي ويقف أمام خيمة الحسين. مرة من المرات وقف حبيب أمام خيمة الحسين، وإذا بحبيب يبكي بكاء عاليا. قال الحسين يا حبيب مما بكاؤك؟ خايف من الموت؟ أتبكي لأجل عيالك؟ أتبكي لأجل أولادك؟ فقال لا لا سيدي، إني أبدلت بأهلي أهلا وبعيالي عيالا وبأولادي أولادا، ما أبكي خوف من الموت. قال الحسين إذن مما بكاؤك؟ قال أبا عبد الله أبكي لتلك الواقفة. وأشار بيده إلى زينب يوم تحمل على بعير ضالع من غير وطاء ولا غطاء. فلما سمعت زينب صاحت وأخاه وحسينا. بذلك حدثني أخي البارحة قضى وحق عليهم دون الخيام، ولا خيل وخواتح السين تنظام، لما طاح وتفايض منهم الهام، تهاوى ومثل ما هو النجم من خار. هذا الرمح بفادة فن، وهذا الخيل صدر رضرضن. أحبايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت معتب، فرج عنا يا الله.